بعدين في عندي ability اخذ البن. البن حتعطيني ability انه الاوبجكت زي كانه ثبته او مسكه او عمل له constraint في مكانه. فانا وانس عملت له بن طلعت عندي هاي التول او هاي الساين الموجود عندي على السكرين هون. هاي الساين معناتها انه هذا الاوبجكت بن. شو فايدتها هاي؟ انه اذا مسكت الاوبجكت وبدي احركه ما راح يتحرك. اوكي. الشغله الثانيه انا في عندي في الريبت هون تحت على اليمين تول صغيره select pinned elements. اذا هذا الاليمنت معمول له بن وانا ما بدي اعمل عليه select، ما بدي اعطي حالي الابيليتي اني انا اعمل عليه select to avoid اي movement انا ما بدي اياها مثلا، او to avoid اي selection عليه ممكن ياثر عليه. فانا شو بعمل؟ بن للاليمنت، بعدين بعمل انه انا ما بدي اعمل selection على pinned element. وانس عليها الاكس الاحمر الصغير اللي على التول هاي معناته انا ما راح اقدر اعمل اي selection على بند element. سو اذا انا جيت اعمل select على element وما قدرت معناته هاي واحدة من الاوبشنز اللي ممكن تخليني ما اقدر اعمل هاد selection على هاد الاوبجكت. وهي فائدتها usually نستخدمها لما يكون في عندي background مثلا AutoCAD انا عامل insert لها وعامل import او link لها وما بدي يعني unconsciously احركها من مكانها، اعمل select وانا عم بشتغل بطريقة سريعة مثلا واصير انا عم بحركها من المكان اللي هي موجودة فيه وانا مش شايف او مش منتبه، later on الاقي حالي اشتغلت في مكان غير المكان اللي أنا لازم اشتغل عليه. فبعمل link للAutoCAD وبعمل له pin، بعدين بروح على التول الموجودة عندي في اسفل الشاشة. شو بعمل؟ بعمل كليك عليها. فهيك بهاي الطريقة انا ما راح اقدر اعمل selection اما على اللينك AutoCAD او على الامبورت الموجود بالفيو اللي عندي. الشغلة الثانية اذا كنا عاملين links لريفت فايلز تانيين، انا عم بشتغل ببروجكت كبير والبروجكت مقسم لبارتس والبارتس كل واحد منهم بفايل. مثلا let's say على سكيل شوي صغير الاركتكتشر محطوط بفايل لحاله والستركتشر محطوط بفايل لحاله، ام اي بي كل واحد منهم محطوطين بفايل لحالهم. سو صف عندي 5 فايلز للبروجكت نفسه. مثلا بدي اعمل لينك للستركتشر جوا فايل الاركتكتشر اللي عم بشتغل عليه علشان اشوف هل هو ماشي مع الديزاين تبعي ولا لا. بروح بعمل له لينك من مانج مثلا مانج لينكس او من انسرت بعمل له انسرت للينك ريفت. في الحالتين انا دخلت فايل الريفت على الفايل اللي بشتغل فيه علشان ما يتحرك من مكانه برضه مره ثانيه unconsciously او بدون قصد. بروح بعمل دونت سيلكت بند اليمنتس وبكون عامل لللينك تبعي. هذول الحالات بحتاج اعمل فيهم بن. وفي حالات اصلا باي ديفولت من الريفت نفسه هو اوريدي عامل بكون للاليمنت بن، زي البانلز تبعون الكيرتن وول مثلا هم اوريدي عاملين لهم بن، زي الموليونز تبعون الكيرتن ديفينتلي بقدر اشيل البن اذا انا بدي.